أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربية شيفروليه أكترا موديل العربية 2018 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية اللي معنا النهاردة، وكمان سعر العربية، وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه أكترا موديل العربية 2018. العربية هاي لاين، العربية فابريكا بالكامل، العربية أعلى فئة، العربية فيها جميع الكماليات، العربية جميع الصيانات، منتظمة في التوكيل بالفواتير، العربية فيها عداد شرعي 65,000 كيلو، العربية فيها رخصة لمدة سنة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه أكترا موديل العربية 2018. سعر العربية 177,000 جنيه. سعر العربية 177,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011-527-51-494. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011-527-51-494. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.